ودلوقتي خلينا نروح نصبح على دينا ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، ونعرف منها ردها على سؤال النهاردة: بتعمل إيه عشان تنهي النقاش؟ مع العلم يا دينا إن أنت صبورة جدا وحليمة جدا. أيوه. وبالك طويل. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير يا منى، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الفل. الواحد بيوصل لمرحلة عمرية بتوصل عندها ان انت ما بتحبش تناقش خالص. مش على نفسك كده انت. لا لا لا، انت لازم انت لما توصل لنا هتعرف، هتبدا يعني تبتعد عن اغلب الوقت عن اي نقاشات حتى لو حاده او نقاشات طبيعيه، لانها ممكن تجر معاك لخلاف، فانت بتبقى بتبتعد عنها بكل الطرق. لكن انا هرجع تاني اللي يمكن منا قالته في الاول، ان احنا هنقسم النقاش على حسب العلاقات الانسانيه. انا بالنسبه لي يعني انا هقسمها ازاي؟ لو انا مثلا والدي ووالدتي اللي بيتكلموا معايا في حاجه في نقاش معين وانا مش عاجبني، هتلاقيني بابتسامه لطيفه كده حاولت ان انا انهي الحوار، او ان انا كمان اغير الموضوع عشان ما نخشش في جدال معاهم، لان احنا طول الوقت مهما جادلت انت اللي هتطلع غلطان في الاخر. لكن بالنسبه بقى لو حد زميل في الشغل او حاجه، لو ما يهمنيش امره مش هتدخل معاه في اي موضوع، لكن لو يهمني امره هتكلم باللين ومش بالعصبية، وهبدأ أقول رأيي بكل صراحة، أقول أنت حر أو أنت حرة أو أنت حر، وهو بقى مطلق الحرية في أنه هو ياخد قراره. لكن دائما يعني اللي بيجادل بيبقى مقتنع بوجهة نظره وما بيقدرش يتخلى عنها بسهولة. خلينا كلنا متفقين حتى لو أنا اللي بجادل في موضوع معين مش هتخلى عن وجهة نظري بسهولة. فالمهم بقى أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. خلينا نرجع معاكم بقى دلوقتي ونستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، ومكملة لميدان العباسية. ولو هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطة لكن غير مؤثرة. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هنلاقي في سيوله مريه مكمله لحد طريق العروبه، وعند كوبري المطار في كثافات نسبيه غير مؤثره هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. بتظهر بقى كثافات مريه اعلى الدائري في منطقه السلام وداخل النفق للقادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي، نفس الامر كمان المتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع في الاتجاه العكسي اللي جاي من معادي للجيزه، برضه في مناطق التجمع الخامس وفي طريق البساتين وظهراء المعادي. نروح بعد كده لشوارع الجيزة، في كثافات مرية بسيطة على محور 26 يوليو القادم من أكتوبر وبتستمر حتى ميدان لبنان، أما المتجه من المهندسين إلى أكتوبر في سيولة مرية كبيرة على المحور. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات كمان بتزيد مع ساعات الذروة. كمان نباقي شارع الهرم الرئيسي اللي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، في كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. بتظهر بقى كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، في كثافات مرية متحركة. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كمان كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. نروح معاكم لمحافظة أسيوط من طريق قنا منفلوط اللي بيشهد بعض الكثافات. أول كثافات دي هتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرية، وطريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. وهنكمل جولتنا المرورية ونروح كمان للإسماعيلية وشارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو الآخر سيولة مرية كبيرة جدا،
ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، وفي الشارع هناك هتبدأ تظهر كثافات مورية متحركة هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض، نروح لطريق أبو أحمد أو لطريق أحمد أبو زيد، وهناك في سيولة مورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي.